مريم الخطري من جريدة الوطن. كنت محتاجة أعرف من حضرتك مدى جاهزية المستشفيات لحالة الحالات اللي هيتم الكشف عنها لو في أي تدخل جراحي عاجل، وكمان تدريب الفرق الطبية على كافة الأنشطة اللي احنا شايفينها، خاصة إن هي متنوعة وفيها كافة المبادرات اللي سيد الرئيس قام بإطلاقها من عام 2018. أشكرك على السؤال. طبعا يعني الحمد لله، يعني يمكن في فترة من 2014 للنهاردة كان مهم جدا من خلال توجه سيادة الرئيس لينا أو لكل زمايلي حتى اللي سبقونا، أن يكون الخدمات الصحية مهما كانت متقدمة بتقدم في كل محافظات مصر. يعني من زمن ليس ببعيد كان المواطن في مرسى مطروح اللي محتاج عملية قلب مفتوح أو عملية قسطرة لازم ينزل اسكندرية أو ينزل القاهرة علشان يقدر يعمل هذه العملية. النهاردة مستشفى مطروح العام، مستشفى العالمين، مستشفى حتى في القريبة من هنا مستشفى العجمي، كل دول فيهم وحدات قسطرة وقلب مفتوح تستطيع أنها تجري عمليات دقيقة جدا. أنا بدي مثال، ولكن طبعا ده يعني دليل على أن كل العمليات المتقدمة، كل الأطقم الطبية والجاهزية المستشفيات لإجراء هذه العمليات. طبعا إحنا لو بنتكلم على المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، إحنا قريب مننا جدا مستشفى الحمام المركزي، مستشفى العالمين، مستشفى الضبعة، ومستشفى رأس الحكمة. لو مشينا شويه لقدام على الساحل هنوصل لمستشفى النجيله ومستشفى مطروح العام ومستشفى سيدي براني ومستشفى السلوم المركزي. كل دي مستشفيات مؤهله للتعامل مع كافه الحالات العاديه والحالات الطارئه في نفس التوقيت. والمناسبه احنا يعني بنلتقي يوميا تقريبا عدد كبير جدا من الحالات الطارئه والدقيقه ويتم التعامل معها من خلال مستشفياتنا. زي ما حضرتك قلتي، تدريب على الطواقم الطبيه قبل الأجازات، لأن إحنا طبعاً بنعرف إن فترة الأعياد والمواسم والأجازات الصيفية بيبقى فيه احتياج كتير وممكن يكثر الحوادث على نطاق كافة الطرق السريعة. عشان كده إحنا حتى مستشفى العمرية العام ومستشفى وادي النطرون، كل دي اتجاهات اللي فيها تزاحم فيها الزحمة، فبنبقى معنيين إن إحنا نوفر فيها أطقم طبية، فرق انتشار سريع، كل ما تحتاجه من خلال وحدات الرعاية المركزة أو فيما يخص الاحتياجات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية. فإحنا مستعدين للتعامل مع كل حالة بكافة الإمكانيات في على بعد 3 دقائق من اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي.